الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزيكم حبايبي متابعين حوا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال بأمر الله. زي ما أنتوا شايفين معايا كده، النهاردة إن شاء الله هنعمل الفيديو بتاعنا. هنعمل، شايفين حتة اللحمة الجميلة دي، ما شاء الله هنعمل منها صينية لحمة خطيرة، صينية لحمة كده دايبة دوب، بتهري كده في ايدك وفي الشوكة بتاعتك اول ما بتمسكيها وتحط فيها الشوكة قبل ما توصل لبقك كمان، تمام كده ان شاء الله يعني بامر الله. اولا حتة اللحمة بتاعتنا ديت من الموزة، حتة الموزة كلها اهي زي ما انتم شايفينها كده على بعضها، انا حبيت اوريها لكم لسه ما قطعتهاش. تمام، هعمل ايه؟ هقطعها انت براحتك بقى. بصي، عايزة تقطعيها مكعبات مفيش مشاكل، عايزة تقطعيها شرايح رفيعة برضو مفيش مشاكل. اللحمة بتاعتنا اللي هي نوعية الموزة نفسها، لو انت هتعمليها بنفس القطعية بتاعتي ما بتاخدش سوا، بتبقى دايبة وناعمة كمان في التسوية بتاعتها. لو انت هتعمليها من اي قطعية تانية، مثلا حتة اللحمة بتاعتها او النسيرة بتاعتها بتبقى ناشفة شوية زي الفخدة مثلا كده، اللحمة بتاعتها بتبقى خشنة شوية، ممكن تقطعيها شرايح رفيعة بحيث ان هي تستوي معاكي واللحمة تنعم وتبقى دايبة معاكي. تمام، اولا انا هعمل ايه؟ هقطع حتة اللحمة بتاعتي ماشي، وبعد كده هرجع لكم نشوف ايه هي مكوناتنا وايه هي صينية اللحمة بتاعتنا ديت. بس انا حبيت ابدأ معاكم الفيديو واوريكم حتة القطعية بتاعتي، ونبدأ بعد كده نشوف ان شاء الله ايه هي مكوناتنا واحدة واحدة مع بعض في الفيديو وصينية اللحمة. تعالوا بقى، بصوا انا قطعت اللحمة اهي، انا قطعتها شرايح، شايفين؟ بصوا اهي قطعتها شرايح بالشكل ده اهي كلها كده، تمام. حتة اللحمة معاكي حلوة، انا قلت لك ان اللحمة دي موزة، من حتة الموزة اهي زي ما انتم شايفين كده معايا، فبتبقى لحمتها ايه ناعمة. برضو قطعتها شرايح رفيعة عشان ما تاخدش وقت معايا ايه برضو مهما كان في السوا، تمام، لان احنا هنسويها في الفرن خلاص. يبقى دي اللحمة بتاعتنا، تمام. تعالوا بقى نكمل الصينية بتاعتنا. بعد ما خلصنا اللحمة وجهزناها بالشكل دوت، هعمل ايه؟ نشوف الخضار بتاعنا اللي احنا هنحطه مع الايه، مع اللحمة بتاعتنا. ما تستغربيش وتقولي ما صينية لحمة عادي بالخضار، لا استني بس واحدة واحدة وشوفي الطريقة اللي هتتعمل بيها، وانت هتشوفي ان هي مختلفة عن اي صينية لحمة. يعني ما احنا عملنا قبل كده مثلا ورقة اللحمة كان برضو خضار وكده، بس الصينية بتاعتنا المرة دي مختلفة. اولا انا معايا هنا دي بطاطس مقطعاها مكعبات كبيرة شوية اهو، شايفين حجم المكعب ازاي؟ ليه؟ علشان برضو تستحمل معايا السوا في وقت ايه اللحمة، لان عارفين طبعا البطاطس ما بتاخدش سوا كتير. معايا ايه كمان؟ دوت كيلو من البطاطس خلاص، تبع الكمية برضو تبع راحتك. معايا هنا حوالي اربع بصلات كبار، البصل دوت انا مقطعاه زي ما انتوا شايفين كده شرايح عادية اهو، تمام اهو بالشكل دوت. حط عليه كمان قرن فلفل احمر على اخضر، الاتنين حاميين، مش حبه الحامي شيليه وحط فلفل، فلفل اخضر عادي بتاع الحشو بتاعنا. يبقى كده حوالي ايه، تلات بصلات او اربع بصلات تبع حجم البصلايه اللي عندك. معايا كمان ايه؟ معايا جزرتين برضو اهم، مقطعاهم شرايح بالشكل ده، تمام كده اهو. هخلط كل الخضار بتاعي على بعض راحه ليا يعني اولا، تمام. قبل بقى انا معايا برضو هنا حوالي 3 حبات من الطماطم، وكمان هنشوف برضو ايه التاني، المادة السائلة بتاعتنا اللي هنسوي بيها اللحمة. بس قبل ما احط الطماطم الاول، عشان مش عايزاها تهري معايا شوية، هحط ايه التوابل بتاعتي. التوابل دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بهارات لحمة او سبع بهارات، اي بهارات موجودة عندك استخدميها. يبقى بهارات لحمة، معايا معلقة من الكزبرة الناعمة، معايا كمان معلقة من البابريكا وفلفل اسود، بس كده لا اكتر ولا اقل من كده. هنزل بيهم برضو على الخضار بتاعي، تمام. وهاخد ايه كمان؟ هاخد زي ما قلت لكم هحط ايه تاني كمان، هحط كام ورقة لور زي ما انتم شايفين بالشكل دوت، ورشة من الزعتر الناشف لو عندك زعتر فريش مفيش مشاكل، روزماري برضو تمام، عسل حلو جدا. عندك بقى اي ايه؟ الاعشاب العطرية كلها، عندك البقدونس، عندك الكزبرة، حلوين جدا لو انت موجودين عندك. بصراحة انا ما مش موجود عندي فمش مشكلة، يعني هكتفي عند الزعتر الناشف واللورة، برضو هنزل بيهم كده على الخضار بتاعي. وهعمل ايه؟ هقلب بقى كل ايه الخضار بتاعي بالشكل دوت في التوابل اهو، ودعاكي البصل كده كويس عشان ياخد ويدي مع ايه، وفرفطيه اللي هو الحاجات اللي ايه اللي ماسكة دي كده اهو. بصي ممكن اعمل ازاي كده خلاص، كده اخدت ايه كل ايه التوابل بتاعتي اهو زي ما انتوا شايفين، والبطاطس
خلاص كده تمام. ريحتها جميله والله يا جماعه، ريحتها طالعه خطيره. خلاص بالشكل دوت. وهعمل ايه دلوقتي؟ هنشوف مع بعض. هشطف ايدي بس وارجع. تعالوا بقى ايه نشتغل كده ونجيب جبنه صينيه، بحيث الصينيه تكفي كميه الايه الخضار اللي عندي واللحمه بتاعتي. فهعمل ايه؟ هنزل كده بالخضار اللي قلبناه مع بعض دوت اهو. هاخد التوابل دي، ما تسيبيش حاجه طبعا. خلاص. وعندي كمان عندي دي فاصوليا خضراء. شايفين الصينيه بتاعتنا دي مفيده ومغذيه قد ايه؟ ما اقولكوش يا جماعه والله. الفاصوليا دي طبعا انا مفرزاها، وكمان بسله برضو متفرزه معايا اهي. هنزل بيها برضو كده على ايه الصينيه بتاعتي كلها. وهنزل برضو بباقي الطماطم بتاعتي، 3 4 طماطمات كده بالشكل دوت زي ما انتم شايفين. وايه كمان؟ وهنزل بكوبايه بربع كوبايه من الزيت. امسح ايدي بس كده معايا كده على الخضار بتاعي. بسم الله بس كده بالشكل دوت، حوالي ايه ربع كوبايه زيت. خلاص. وهقلبهم تاني مع بعض بالشكل دوت عشان بس الزيت يغلف كل الخضار اللي معايا. افك بس دي الفاصوليا كده فوق. وهروح جايبه طبق اللحمه بتاعي وهنزل بيه كده على ايه على الخضار زي ما انتم شايفين كده. تمام. بس كده اوسع اهو، نشيل الطبق اهو. بصوا ما شاء الله. وهقلب بقى اللحمه بتاعتي كده في الخضار والتوابل اللي حطيناها، علشان اللحمه تتشرب معايا من كل التوابل وكل ايه ورق اللورة والزعتر وكل الاعشاب، لو انت حطيتي اي اعشاب عطريه تاني كمان. بصي قلبي كده بحيث كل حته لحمه تتغطى مع الخضار بالشكل ده. خلاص. بصي اللحمه اتغطت كلها اهي، مش باينه معايا، كلها حته حته اهي. خلاص كده. وهعمل ايه دلوقتي؟ هسيبها بالشكل دوت تبع ما عندك من وقت بقى، من ساعة لساعتين تلاتة اربعة، مش هيجرى اي حاجة. كل ما تقعد هتاخد وتدي معاكي اكتر. بس في حاجة هنحطها تاني، ممكن انك انت ايه بصراحة شايفة ان اللحمة بتاعتك كبيرة، هتدي معلقتين من الخل هيساعدولك على التسوية، او ممكن رشة سكر برضو. خلاص كده. انا هسيبها كده على الرف او على المطبخ في اي مكان بقى لمدة ساعتين. هتغطيها طبعا، لو حطيتيها في التلاجة هتغطيها باي حاجة، بستريتش باي حاجة، وتسيبيها الساعتين. وبعد الساعتين هنرجع نشوف تسوية صينية اللحمة الخطيرة بتاعتنا دي. بصوا يا جماعة، بس انا نسيت ان انا ايه قبل ما ادخلها التلاجة، يعني او اسيبها ساعتين. بعد ما قلت لكم ان انا هسيبها، افتكرت ان انا هحط معلقة كبيرة من الثوم المفروم. تمام. او معلقتين عشان بس الصينية بتاعتي كبيرة، فهحط معلقتين من الثوم، يعني قد راس ثوم كده اهوت مفرومه. خلاص اهو معلقتين كده من الثوم المفروم. وكمان هحط ايه؟ هحط معلقه من الهريسه. الهريسه طبعا احنا عملناها مع بعض قبل كده على القناه، وعاملينها لسه قريب كمان اهو، معلقه هريسه. خلاص. وهقلبهم تاني مع بعض، وهسيبها في على رف الثلاجه يعني من ساعه لساعتين زي ما تحبي وقت من عندك، او ممكن لو هتعمليها من بالليل برضو مش هيجرى لها اي حاجه، بس المهم انك تغلفيها كويس. ونرجع بعد كده نشوف التسويه بتاعتها. بقى ايه اللحمه بتاعتنا بعد ما سبناها في الثلاجه او سبتيها لمده ساعه. دي معلقه كده من ايه من الصلصه، مغرفه مش معلقه، او 3 4 معالق من الصلصه. الصلصه عاملينها عادي، لو عايزه احط صلصه ساده ما فيش مشاكل، صلصه ثوم تمشي. خلاص. وهنقلب برضو اللحمه بتاعتنا بقى دلوقتي كده بالصلصه، مش هنحط لها اي سوائل، لان احنا عندنا خضار كتير في الصينيه بتاعتنا وهينزل ميته، وكمان اللحمه، فاحنا عايزينها تتشرب الميه اللي هتنزلها من غير اي سوائل تانيه، عشان تبقى طعمها كده ايه ناعم، واللحمه بتاعتنا تبقى دايبه وجميله. هقلب دوت، وهحط برضو ملح، لان انا ما حطيتش ملح، ما رضيتش طبعا ما تحطيش ملح اثناء الايه التتبيل في الفترة اللي تسيبيها فيها، عشان خاطر اللحم ما تشدش معانا. هنحط ملح دلوقتي، لان احنا الصينية بتاعتها هنطيبها انها، وهنسويها ازاي يعني، هنسويها في الفرن. تمام. هدخلها الفرن، هغطيها بورق فويل معاكم. تعالى بس نقلب كده الاول اهو الصلصة بتاعتنا على اللحمة تاني. بسم الله. تمام كده. هاتي من تحت لفوق كده الخضار اللي ركز بقى لما سبناه كده اهو. الله على ريحتها جميله والله يا جماعه، خطيره. بصوا كلها كده اهو شايفين. واجيبي بقى ايه حتت اللحمه، شايفين حتت اللحمه عامله ازاي؟ جميله جدا. وهاتي بقى حتت اللحمه بتاعتك كده ورصيها من فوق اهو.
اهي مع ايه الخضار كده، وزعيها اهو بالشكل ده. تمام كده اهو، رص الصينيه بتاعتك بالشكل ده، شايفين جميله صح كده، وهغطيها بالفويل. تمام اهو، بصوا بقى شايفين ما شاء الله صينيه اللحمه بتاعتنا، صينيه جميله. يوم ما تعملي حاجه زي كده وتحطيها على سفره وتكون عندك عزومه، صدقيني حاجه مبهره جدا. يعني لما تحطيها كده لسه كمان شكلها بعد ما تستوي، ضيوفك هينبهروا من شكلها ومن طعمها اكتر ان شاء الله. المهم دلوقتي هنسويها ازاي، احنا هندخلها بقى الفرن، هتاخد معانا بقى من ساعه ونص لساعتين، ساعتين الا ربع، ده تبع تسويه اللحمه بتاعتك. تمام، هترفعي هتعرفي استوت ازاي، هترفعي الفويل، احنا طبعا معانا الفويل دلوقتي اهو، هنغطيها بالفويل. تمام، وبعد ما نغطيها بالفويل هندخلها الفرن زي ما قلت، مشغلين الفرن على درجه حراره 200. تمام كده 200 لمده من ساعه لساعه ونص، وهنشوفها. تمام، نختبرها يعني، نشوف اللحمة كده بالشوكة بتاعتنا، لقينا اللحمة الشوكة بتاعتنا دخلت بسهولة واللحمة بتاعتنا مستوية، يبقى أكيد كده كده طبعا الخضار استوى. ولو احتاجت مية في النص هتشوفيها، لو حسيتي إن هي بتطشطش معاكي كده والأرضية بتاعت الصينية نشفت، ربع كوباية مية كده من على جنب الصينية، وتديها ربع كوباية مية لحد ما اللحمة تستوي معانا إن شاء الله. وبعد كده نشوف شكل الصينية بتاعتنا وهنقدم معاها إيه كمان. بصوا ده شكل الصينية خلاص أهي، أنا غلفتها أهو، بصوا اهي شايفين ده شكل الصينية كده بعد ما غلفتها. خلاص كده هدخلها الفرن، وبعد ما ادخلها الفرن هنرجع نشوفها ان شاء الله مع بعض. وبكده طلعنا صينية اللحمة بتاعتنا، تعالوا هنفتحها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف. خلي بالك طبعا وانت بتفتحي، بسم الله. انا عايزة اقول لكم بصوا ما شاء الله، شايفين السخونة، بس شايفين ما شاء الله، الله اكبر، والله طلعه جميله جدا جدا صينيه اللحمه بتاعتنا بعد ما استوت تماما الحمد لله. انا هوريكم دلوقتي التسويه بتاعتها، بس هشيل الفويل كده واظبطها ونشوف التسويه بتاعتها مع بعض. ريحتها خطيره والله العظيم، جايبه اخر الدنيا. تعالوا كده نشوف مع بعض واحده واحده. يلا زي ما قلت لكم بقى كده، ايه صينيه اللحمه بتاعتنا اهيت، احنا عملنا معاها رز ابيض، يمشي كمان رز بشعريه، بس طبعا ما يمشيش مكرونات عشان الخضار والحاجات بتاعتنا، فلازم هي عايزه رز بس. فايا كان بقى نوع الرز، اصفر ابيض رز بشعريه، اللي يعجبك هتعمليه زي ما احنا عملنا اهو كده. واحنا طبعا عاملين الرز الابيض، هتغرفي بقى كده. تعالوا بس الاول بصوا اوريكم اللحمه مستويه معانا ازاي، شايفين جميله جدا وجوسي، بصي وطريه من تحت، بصي بصي كل اللحمه اهي، شايفه الشوكه فاتت في اللحمه بكل سهوله. وهغرف دلوقتي وهوريكم. تمام تعالوا بقى كده للتقديم بقى، هوريكي انت ازاي. بصي لو هتحبي بقى تقدمي، هنشيل كده وهتاخدي، بصي الخضار بتاعنا ما شاء الله جميل ازاي كده اهو، الخضار بتاعنا، وهتحطي حته اللحمه بتاعتك كده اهو، وتقدمي الطبق بتاعك. شايفه ما شاء الله جميل جدا جدا لما تعملي حاجه زي كده على السفره بتاعتك قدام ضيوفك، ومش لازم ضيوف برضو، حتى لو لأهل بيتك كده هوت، وتفرحيهم بحاجة جميلة كده وسهلة، ما أخدتش مننا وقت. وخاصة زي ما بنقول إن الصيف في الوقت دوت والحر، أهم حاجة هي الصواني زي كده، إحنا ما خدناش فيها وقت، كل وقتها كان في الفرن، يا دوب خلطنا الخلطة بتاعتنا والتوابل والحاجات ودخلنا الصينية بتاعتنا الفرن، كانت حاجة جميلة جدا جدا. وطبعا ما اخدتش معانا وقت، وحبه الرز اللي احنا عملناهم. بصوا اللحمه يا جماعه، بصوا بصوا بصوا، تعالوا بصي كده، بصي شايفه اللحمه، شايفه اللحمه عامله ازاي، هي بس سخنه، استنوا كده، بصي بصي شايفه اللحمه، بصي بصي تسويه اللحمه، اللحمه دايبه في ايدي دوب ازاي، جميله جدا جدا اهي، ومستويه على الاخر، وطعمها جميل والله العظيم خطيره، بالتتبيله بتاعتها بقى ما اقولكيش. يلا بقى كده احنا في فترة عيد، عندك اللحمة اكيد في التلاجة، طلعي كده حتة لحمة زي ما انا عملت، وجربي الوصفة بتاعتنا ديت وصينية اللحمة ديت. ولو انت عاملة بقى عزومات لأهلك لإخواتك لحبايبك، جربي الصينية بتاعتي ديت على سفرتك ان شاء الله هتعجبك، وما تنسيش ساعتها في دعوة حلوة منك. طبعا لحد دلوقتي اختي وحبيبتي، لو وصلتي معايا لغاية دلوقتي فضلا وليس امرا، ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب. بحبكم في الله، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، واقول لكم سلام عليكم.